نعم، عندما ترجح موسكو التوصل إلى نهاية قريبة للحرب الدائرة في أوكرانيا بالتزامن مع تواصل المواجهات الضارية في منطقة ماريوبول، باعتقادك هل بالفعل هناك نية حقيقية للقوات الروسية بتخفيف التصعيد، ولا سيما بعد تصريح الكرملين بأن المعارك قد تنتهي في الأيام القليلة المقبلة؟ هل هذا هو تصريح فيه تهديد، لهجة من التهديد بأن المعركة ستنتهي مع الحسم أم مع التراجع؟ والله دعنا نتحدث أو نرجع بالقليل في تاريخ قبل الحرب الأوكرانية الروسية. منذ اليوم 18، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وهي تخرج عبر الإعلام الرسمي وتخبر العالم بأن القوات الروسية أو حكومة بوتين سوف تشن معركة في أوكرانيا، وهذا ما نكره الجانب الروسي مرارا وتكرارا حتى يوم الغزو الروسي على أوكرانيا، حيث خرج الرئيس الروسي وقد أخبر الإعلام والمواطنين الروس بأن هذه العملية هي عملية نوعية عسكرية سوف تدخل إلى المدن دنباس اللي هي لوغانسك ودينسك الانفصاليتين والمعترف بها من الجانب الروسي فقط، على أن تكون جيش حفظ سلام حسب ما ادعى الرئيس الروسي. وهذا الشيء ما شاهدناه هو عبارة عن كذبة كبيرة ذريعة لاحتلال الأراضي الأوكرانية. ولكن على المستوى الشخصي وباعتقادنا نحن المتواجدون في الأراضي الأوكرانية، انتهاء العملية العسكرية إن أرادت أن تنتهي في الأيام المقبلة أو الأشهر المقبلة سوف تنتهي بانسحاب روسي، وبعد ذلك سوف يكون هناك مفاوضات حقيقية لرسم خارطة الطريق ولحسم موضوع المتعلق ما بين الجانبين الروسي والأوكراني. ولكن حتى هذه اللحظة مدينة ماريوبول هي محاصرة ومن قبل القوات المحتلة الروسية، ولكن هناك عمليات دفاعية شرسة جدا لعدم تمكين الحكومة الروسية، وأيضا ما يسمونهم بمرتزقة لوغانسك ودينسك الانفصاليتين للدخول واحتلال هذه المدينة. لم يتمكن القوات الروسية حتى هذه اللحظة من الدخول المدينة، هناك معارك شرسة تدار في مدينة ماريوبول، أيضا هناك معارك شرسة تدار اليوم وتهيئ من قبل القوات الدفاع الأوكرانية بالقرب من الحدود الروسية في مدينة خاركوف. أيضا أعلن عمدة سومي عن طرد والسيطرة ونوعا ما على الحدود الأوكرانية من جهة سومي التي هي شرق الأراضي الأوكرانية وهي شمال مدينة خاركوف. أيضا اليوم نحن نخشى من اندلاع هجمات روسية على المرافق المدنية في مدينة خاركوف وبعض المدن الأخرى، كون الجانب الروسي هو يمتلك نوعا ما سياسة وهي الأرض المحروقة، يحاول إحراق الأرض تهديم البنى التحتية. نحن نشهد مدينة ماريوبول قد خسرت من بناها التحتية أكثر من 90%، أيضا مدينة بوتشا وإربن عندما دخلها الجانب الأوكراني شهدنا آليات عسكرية روسية مهدمة، وهذا ما رجحته القوات أو الاستخبارات الأمريكية والجانب الأمريكي بأن كانت هناك معركة حقيقية دامية كانت مدافعة لصد الهجوم للدخول إلى الأراضي أو محيط العاصمة كييف وأيضا العاصمة كييف. هم خسروا خسائر فادحة. خرج متحدث باسم الكليرمن وذكر بأن واعترف عبر فوكس نيوز الأخبارية بأن القوات الروسية وحكومة روسيا خسرت الكثير من الجنود وأيضا المعدات العسكرية، كما اعترف بأن هذه المعركة أصبحت معركة أليمة صبت على الجانب الروسي.